وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة المشكلة من البرلمان لدراسة برنامج الحكومة، كان للتلفزيون المصري لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب. السادة الوزراء يعني عرضوا باختصار شديد برامج اللي هيقوموا بيها خلال الفترة القادمة. طبعا برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات بيتخللها يعني بنسميه يعني متابعة، تقرير متابعة نصف سنوية بتأتي إلى البرلمان، الحكومة تعرض هذه التقارير، تأتي التقارير للجان المختصة تنظر فيها، وبيبقى في نوع من يعني التعاون الوثيق بين البرلمان وما بين الحكومة المكلفة. الحقيقة الجلسة كانت مثمرة جدا، احنا استمعنا للحكومة وكانت الحقيقة عندهم خطة ناويين ينفذوها بجد، مش خطة مكتوبة فقط ولكن ناويين ينفذوها. كل النواب الحقيقة أشادوا بالحكومة الجديدة والاختيارات اللي بتأكد على أن في حسن اختيار، وطبعا شكروا الحكومة القديمة على دورها اللي هي اللي استطاعت أن هي تأدي خلال الفترة الماضية. الحكومة ستضع في مقدمة اهتماماتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالاهتمام بالبنية التحتية والأساسية، ويمكن من حسن الطالع أن الجهاز القومي لتنظيم الصلاة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتمدت من صندوق الخدمة الشاملة مش من موازنة الدولة خالص 5 مليار جنيه. لا ده خلاص ده يمكن هيتم التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة لإنشاء عدد كبير من أبراج الشبكات للتقوية. النهاردة احنا قعدنا نناقش بشكل عام سياسات المالية والنقدية، رؤية الحكومة، كيفية تطبيق هذه الرؤية، وتفاوضنا وتناقشنا ما بين المؤيد والمعارض، الطموحات بتاعتنا اللي المفروض تكون عالية، ومطالباتنا للحكومة بالتعديل بالتوضيح، مزيد من التوضيح.